نضيف السمنة عليه، نحطه بالبراد ونجهز الحشوات. عندي المحلب والمستكة والملح، شغل وأضيف بالتدريج حليب مكثف مخلصة. العجينة هيك ناعمة كتير. لوقت ما تبرد العجينة رح أحكي شوي عن قوالب المعمول. للمعمول بنحتاج طحين، سمنة، حليب مكثف محلى، شوية حليب سائل، محلب، مستكة، شوية ملح. عندي هون الطحين، فيني أحط الكمية كلياتها الطحين المتعدد الاستخدامات العادي، فيني أحط نص طحين عادي بنص طحين فرخة اللي هو السمين الناعم كتير كتير. عندي هون السمنة الحيواني اللي راح تعطي المعمول نكهة كتير طيبة. اللي ما عنده سمنة حيواني راح أحط لكم رابط فيديو صندوق الوصف تحت كيف تحصلوا على السمنة الحيواني من الزبدة الحيوانية. خطوات عمل المعمول سهلة وبسيطة. أول مرحلة راح نخلط السمن مع الطحين. فينا نعمل هاي العملية بالإيد، برؤوس الأصابع بنخلط الطحين مع السمن، أو لنسهل علينا راح نحطه بالعجانة. ننتبه عجينة المعمول ما بتصير العجينة أبدا، بنخلطها هيك برؤوس الأصابع أو هلا هون بمقلب بمضرب التقليب، لأنه إذا عجناها رح يشتغل الجلوتين رح تقسل العجينة معنا والمعمول يطلع قاسي. هلا رح نضيف الطحين كلياته، تمام. نضيف السمنة عليه. السمنة لازم تكون طرية بدرجة حرارة الغرفة. تمام هيك. هنحط مضرب التقليب. بلاش نخلطها لساعة تقريبا. مثل ما شفنا أول شي بتبلش مثل بتصير مثل كأنه رمل مفتت، بعدها بتبلش تجمع على بعضها لتصير كريمي. تمام هيك صار تمام. هلا لازم نريحها بالبراد خليها تبرد تماما. هي واحدة من الخطوات المهمة لحتى ينجح معنا المعمول ويحافظ على نقشته. رح نفردها هيك شوي تبرد معنا أسرع. وهي الخطوة طبعا فينا نعملها قبل بيوم ونخلي العجينة بالبراد لتاني يوم كمان بيصير، بعد ما نضيف باقي المكونات عليها. نحطه بالبراد ونجهز الحشوات. عندي هون هاي الحشوات، حشوات متنوعة نكهات مختلفة. يلي بحب يشوف الفيديو راح احط الرابط صندوق الوصف تحت شرح عليهم بالتفصيل. واللي بحب يستخدم بس الحشوات التقليدية اللي بالعادة بنحشي فيها المعمول اللي هي التمر والجوز والفستق، ويضيف عليهم النكهات اللي بيحبها. هاي الحشوات الأساسية، الجوز والتمر والفستق. هون التمر حطيت له هال. التمر عندي حطيت له قرفة وقرنفل. التين المجفف حطيت له رشة قرفة، والمشمش كمان المجفف حطيت له رشة قرفة. عندي هون كمان فواكه مجففة، هون بيريز، عندي هات الكراند بيريز كمان، وهون التوت، خوخ مجفف والزبيب مجفف. وهون عندي مربى القرع قطع، قشر برتقال، قشر الليمون، قشر الليمون عفوا، قشر البرتقال والكرز. جوز الهند مع كراميل، جوز الهند مع مربى الورد، هون بسكوت اللوتس مع زبدة اللوتس، وحلاوة طحينية.
هدول قطعتهم قطع بحيث تتناسب مع حجم القوالب المعمول اللي عندي. عندي هون المان والسلوى، الراحة، النوكا، جيل الفواكه، توفي، هون أنواع الشوكولا. وهلا هيك بعد ما بردت العجينة حوالي الساعة تقريبا، لازم عندي كتير متماسكة، هكمل أضيف باقي المكونات وأكمل العجن. عندي هون حليب، أول شي رح أضيف الحليب المكثف المحلى بالتدريج وأعجن. طبعا ما لازم أبدا نبالغ بالعجن، بس تختلط كل المكونات رأسا بنوقف العجن، لأنه إذا قست إذا طولت بالعجن رح تقسى العجينة وما حيطلع عندي المعمول عم يفت ويدوب. بعد ما أضيف كل الحليب المكثف المحلى، إذا احتجت كمان سوائل رح أضيف عليها، بس رح أضيفه شوي شوي وننتبه السوائل اللي كتيرة بتخلي المعمول يقسى كمان. أول شي رح أضيف النكهات هاي اللي عندي، المحلب والمستكة والملح. شغل وأضيف بالتدريج الحليب المكثف المحلى. القوام هيك بعد ما خلص الحليب مكثف، لسا بدنا شوي ناشفة، لسا بدنا شوي نضيف شوية سوائل. إذا حسينا لسا هيك عم تشقق شوي، معناتها لسا بتحتاج سوائل. رح أضيف شوي الحليب وأشوف قديش بتاخد بحسب نوع الطحين عم تستخدمه، لهيك ما بنضيفهم دفعة واحدة السوائل، بنضيف شوي. خلاص بس تلم حالة من التراب الوعاء فبتكون تمام. نمسة عجينة هيك ناعمة كتير، لازم هيك نحس شوي برطوبتها فبتكون تمام. هلا رح نخليها كمان شوي تفتح البراد، بس ما بتحتاج وقت كتير لأنه هي كانت أصلا العجينة باردة كتير، وضفت عليها الحليب المكثف والحليب العادي كمان باردين، طلعته مباشرة من البراد وضفتهم عليها. بطلع معي كلياتها قطعة واحدة كلها لمة على بعض العجينة، غطيها واخليها بالبراد. لوقت ما تبرد العجينة رح أحكي شوي عن قوالب المعمول، لأنه كمان شغلة أساسية لحتى الرسمة تحافظ على نقشتها بعد الخبز. عندي أول شي هاي القوالب الأساسية التقليدية اللي كنا من زمان نعمل فيها المعمول، كنا نستخدمها. هاي الرسمات التقليدية اللي كان هالشكل هذا كان لمعمول تمر. عندي كمان القوالب التقليدية اللي هي قوالب بلاستيك، مثلا هاد القالب فيه كمان أحجام وعلى الطرفين، هاد كمان نقشته غميقة فهذا يعتبر منيح. أما النقشات مثل هاي مثلا، هاي النقشة كتير سطحية كتير خفيفة، هاي أكيد بعد الخبز رح تروح لأنه المعمول إلا ما هيك شوية ينفش. فننتبه وقتنا نجيب القوالب، ننتبه حتى من هون شايفين كيف النقشة خفيفة، ننتبه إنه لازم تكون النقشة غميقة. عندي منهم كمان أشكال، ممكن الأحجام الكبيرة يستخدمها لمقراص الكعك، ممكن أنا كمان أحيانا بستخدمها للكليجة، تشكيل الكليجة كمان ظريفة. بس ننتبه هون مثلا النقشة هي شوي خفيفة، ننتبه هالنقشات. والأفضل من أول البلاستيك بتجي الخشب، الخشب كنقشة وكاستخدام أفضل شيء. كمان مثلا هاد القالب ممتاز لأنه نقشته كتير غميقة مثل ما مبين عليكم، فهذا مثلا ظريف. عندي هون مثلا هذا لا نقشته خفيفة، حتى مثلا هون النقشة أصلا مو ظابطة بالحفر. أحيانا ممكن تلزق شوي، فمنضطر يا أما نرشة خفيفة من الطحين أو دهنة خفيفة من الزيت.
هون أو هون كمان بيصير. ما عندي هدول الأبان، أنا بستخدمهم من شي سنتين أو ثلاثة، ما عم بتذكر تماما، بس هيك شي تقريبا. هاي القوالب أسهل شي بالاستخدام، لأنه بعد ما نكور العجينة ونصفهم بصينية الخبز نجي نضغط هيك ونرفع القالب، فبياخد شكل القالب. حتى بتجي بأشكال مختلفة مثل ما شايفين، مربع، دائرة، مثلث، حتى بأحجام. أنا استخدمت الحجم الكبير منهم بالكليجة، إذا بتحبوا شوفوا الفيديو راح أحط الرابط بصندوق الوصف. وهي الأحجام الأصغر هيك تجي بهالحجم، بستخدمها للمعمول، وبجي معهم طبعا كتير نقشات، فنحن بنختار اللي بيناسبنا. حتى هدول القوالب بتلاقوهم بالنت باسم مون كيك، هن أصلا استخدامهم الأصلي لحلو اسمه مون كيك، فبتلاقوه أنا بس تحطوا بالسيرش بأمازون أو أي موقع تاني مون كيك مول فبتلاقوهم. انا عم فضل استخدمهم حاليا لانه هن اسهل شيء فعلا بالتشكيل، بس لا غنى عن الاشكال عن القوالب التقليديه. وكخيار اضافي اللي ما عنده قوالب تشكيل، مثلا عندنا اي قوالب سيليكون موجوده عندكم باشكال، بتجي باشكال واحجام مختلفه كتير. في عندنا مثلا دائره صغيره، عندنا هون اكبر، طبعا هدول هاد نوعا ما كتير صغير للمعمول، هاد ممكن هيك قطعه بتجي بقد قالب هاد مثلا أكبر. هاد ظريف إذا بدنا نشكل فيه معمول الجبنة بيطلع حلو فيه، أو حتى ممكن مثلا هيك بتجي قوالب مستطيلة، يعني فيكم تستخدموا اللي بتحبوه. أنا بحب أشكل معمول الجبنة بهاد أو بهذا الدائري الكبير، كمان ظريف. وكخيار كمان لتشكيل قطع المعمول ملاقط، أنا عندي هدول ملاقط اللي جايبتهم لتزيين الكيك، بس كمان بيصيروا للمعمول. ما قدرت احصل الملاقط تبع المعمول، بس كمان هدول بيمشي حالهم. وهلا هيك العجينة بعد ما بردت رح اخد جزء منها واخلي الباقي بالبراد. ناخد هيك قطعة ندعكها شوي شي خفيف، بنقسمها بحسب حجم القوالب اللي عنا. طبعا النسبة بين العجينة والحشوة حسب ما بتحبوا، تقريبا ضعف، ممكن نقلل شوي العجينة. أنا تقريبا مثلا إذا بدي أحط 15 جرام من العجينة و10 جرام من الحشوة، أو فينا كمان هيك نستخدم كيس نايلون، بس رح تتأثر شوي الرسمة مثل ما شايفين. هاي بالكيس نايلون، هاي النجوم. طبعا حاول نصف على الصينية القطع تكون نفس الحجم تقريبا مشان تاخد بالفرن نفس وقت الاستواء. بس انا هلا عم بحاول افرجيكم من كل الاشكال، لهيك عم صفهم على نفس الصينية. وهيك خلصت أول صينية، ست حشوات مختلفة راح أحطها بالفرن. هلا الخبز المعمول أهم شيء إنه نخبزه على حرارة عالية على 230، ما بياخد 10 دقايق تقريبا لأنه طبقة العجين قليلة، ما لازم نخبز على حرارة واطية، بعدها بتروح الرسمة وبتسيح السمنة من قطعة المعمول. هي أهم سبب بيخلي النقشة تبقى بالمعمول.
وهي هيك آخر سنين.